السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في الفيديو الثاني من هذه السلسلة حول دراسة الدول العددية أو عمومية حول الدول العددية، سواء لجذع مشترك علمي أو للأولى بكالوريا، فقط من أجل التذكير. إذن الدالة رقم 5، حدد مجموعة تعريف ديتيرميني دي اف، أو حدد مجموعة تعريف. أرى هنا فوقاش تكون اف معرفة، أو دي اف إيكال لي نومبر ريال، الاعداد الحقيقيه، من كيكون اكس عدد حقيقي، بحيث مجموعه تعريف الداله هي الاعداد الحقيقيه، بحيث ماذا عندنا المقام خص يكون يخالف صفر، دونك اكس او كاري موان 2 ديفيرونت ا زيرو، صحيح هذا هو الشرط ديالنا. دونك اف اي ديفيني سولمون سي اكس او كاري موان 2 اي ديفيرونت ا زيرو، صحيح. الوغ اكس ابارتين ا اخ تيل كو اكس او كاري موان راسين 2 fois x au carré, pardon, fois x plus racine 2, différent à 0. Ça y est, on est à dire le temps. X au site n'a pas de x au site n'a pas de juge, cool au site n'a pas de x n'a pas de juge, x n'a pas de juge. Ça y est, alors df égale à x appartient à r, tel que soit x, on a dit direct, soit x est différent à racine 2, il faut que je compte au calif safar. Il a qu'un x au calif j'ai de juge. X est différent à racine 2, ou x ديفيرونتا موان راسين 2. شوف انا درت الحل ديريكت، انت شنو غدير؟ هادي تخالف صفر او هادي تخالف صفر اللي كيكتب بالعربيه، يعني هادي تخالف، يعني x تخالف جذر 2 او x تخالف ناقص جذر 2، يعني بحال غتحل المعادله، صحيح. فتالي نديرو دونك اذا بالعربيه، اللي كيكتب بالعربيه، اذا df ايغال دونك ici on a le moins racine 2 et racine 2، donc on représente موان راسين 2 اي راسين 2. الوغ حنا خصنا خص اكس يكون يخالف الراسين 2 وموان راسين 2، هادو خصهم يمشيو يتحيدو. دونك دي اف ايكال دو موان انفيني جوسكا موان راسين 2، موان انفيني جوسكا موان راسين 2، اونيون دو موان راسين 2 جوسكا راسين 2، دو راسين 2 جوسكا بلوس انفيني، تو سامبلومون، صاي. الوغ هادشي مهم. دونك اكزومبل 6، اف اكس ايكال دو اكس او كاري موان 4 اكس سور اكس او كاري موان 3 اكس بلوس 2. Donc ici on peut écrire, on a l'adéna df égale à les nombres réels, l'adéna de la haqiqiya, tel que x au carré moins 3x plus 2 est différent à 0. Ça y est. Alors, ملي كتكون عندي ما نقدرش نعملها بسهولة، من الأحسن نخدمها سيباريمون، نخدمها هذيك وحدة، عاد نولي نكتب df. حسنا نبقى نكتب df 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 غادي تشد لي الوقت بزاف، دونك من الأحسن نخدمها سيباريمون، هذه اللي صعيب عليا نعملها بسهولة. دونك نديرو هادي بوحدها و نكري سي دلتا إيكالا موان 3 أو كاري، دلتا كتساوي بي أو سي 2 ناقص 4 سي، ناقص 4 أ واحد سي هي زوج. شوفو ولدي ولا بنتي اللي مازال ميعرفش يحل هاد المعادلات، يقلب موقع ريادة المساوات، مقر ديال جذع مشترك علمي، ولا يكتب لي تعليق و نجاوبو، يقلب على كيفاش نحل المعادلات من الدرجة الثانية و المتراجعات، غتحتاجوهم في هاد الدرس هذا، معادلات و متراجعات من الدرجة الثانية. ألوغ 9 موان 8 1 واحد، واحد أكبر من صفر، دونك عندنا حلين. راه إكس أن إيكالا موان بي موان راسين 3، يعني ناقص ناقص 3 يعني 3، ناقص جدر دلتا هو واحد على زوج أ، جوج في أ هي واحد، ضروري تعرف هاد الشي كدير تخدم به. 3 ناقص واحد هي جوج، على جوج واحد، و إكس زوج كيساوي ناقص بي يعني 3 زائد جدر واحد. دونك هادشي راه علاش كنزرب عليه، حيت ديجا قريتوه، اللي ما فهموش يراجعك، وتكون الفيديو نتاع المعادلات والمتراجعات من الدرجه الثانيه كاين في الموقع. جوج في واحد، دونك 3 زائد واحد هي 4 على جوج هي جوج، صحيح. دونك خاص تكون اكس تخالف الواحد وتخالف الجوج، الحلول ديالها هما واحد وجوج. الوغ خاص تكون عندنا دي اف ايكالا لي نومبر ريال، تيل كو خاص يكون اكس يخالف واحد اي اكس ديفيرونت دو. دونك دي اف كما العادة ندير واحد في الوسخ ونحط دوك الأرقام الواحد والزوج، عندنا موان انفيني حتى بلوس انفيني، وندير الواحد هنا والزوج بالترتيب، صحيح. دونك الواحد خصو يخرج والزوج خصو يخرج والباقي كلشي خصو يكون، حيت غير يخالف ماشي أكبر ولا شي حاجة. ألوغ دي اف موان انفيني حتى الواحد، من واحد حتى لجوج حتى هادو داخلين، حتى هاد الأرقام داخلين، من واحد حتى لجوج، ثم من زوج حتى بلوس انفيني، يعني هاد الأرقام كلهم داخلين، صحيح. دونك هادي مجموعة التعريف ديال الدالة اف، ونمسح هذا حيت غير حاولت نكتب به مجموعه التعريف، صحيح. alors dans cet exemple on a la somme de deux fonctions، عندنا مجموعه ديال جوج دول، هاد الدول هما دول جذريه، مزيان.
دونك مجموعه تعريف خصني هذه بوحده وهذه يعني بجوج بهم خصني نخدمهم ولا نوحد المقام وندير وحده. قلنا دي اف ايغالا لي نومبر ريال الاعداد الحقيقيه بشرط كاع الاعداد الحقيقيه بشرط خص يكون هذا اللي في المقام يخلف صفر اكس في منتهى الصفر اي حتى اكس او كاري مو اكس في منتهى الصفر. سواء نحل هاد الجوج بوحدهم كما قلت لكم ولا نخدم ديريكت لان هادو ساهلين نخدم ديريكت. الوغ دي اف ايغالا لي نومبر ريال تلك اكس في منتهى الصفر اي هادي نعملها x فوا x موان زان ديفيرون تا زان ستادير الوغ دي اف لي x دو اوغ تال كو x ديفيرون تا زيرو اي ايسي اون ان برودوي جودا يخالف صفر يعني خص بجوج بيهم يخالف صفر اي x هادي تخالف صفر او هادي تخالف صفر او باغدون اي إنه هو ماشي او علاش حنا تخالف صفر لان الا كانت وحده تساوي صفر غيكون يساوي صفر يعني خصهم بجوج بهم يخالف صفر و ماشي بحال تساوي مي كيكون تساوي صفر كندير او الوغ خاص تكون هذه تخالف صفر وهذه تخالف صفر وهذه تخالف صفر الا كان اكس يخالف واحد ان الا كان اكس يساوي واحد واحد ناقص واحد صفر او اكس ديفيرونتا دونك دي اف اذا كما قلت لكم دير واحد مستقيم ما خسر والو موان انفيني بلس انفيني هذا هو ار هذا هو ار نحيد منه الصفر يعني نحيدها واحد المره والواحد نرتبهم صفر صفر هذه يعني هذه وهذا راه نفس الشيء بلا ما نعرف العصاي او دي اف ايكال دو موان لانفيني جيسكا زيرو حتى هنا نقدر نكتبها غير مره واحده صاي خسر والو دو موان لانفيني جيسكا زيرو انيون دو زيرو جيسكا ان انيون دو ان جيسكا بلوس انفيني صاي يعني هذا المجال وهذا المجال وهذا المجال لان الصفر والواحد صاي دونك هذه مجموعه التعريف ديال الداله السابعة. نتلاقاو في الفيديو رقم 3 غنشوف فيه دول أخرى. الله يعاونكم.